كنوز في سورة البقرة لو عرفتها عمرك ما هتبطل تقراها. وبيني وبينكم كده احنا محتاجين الكنوز دي طول الوقت، وبالذات في اليومين اللي احنا فيهم دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. يلا بينا نخش في الموضوع على طول ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي بتحكي لنا عن كنوز سورة البقرة. عجب والله عجب. يلا نبدأ. الكنز الأول، سورة البقرة تسبب البركة بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. لما تقرأ سورة البقرة البركة تيجي في كل حاجة حواليك، بركة في الرزق في اليومين اللي الرزق ده فيهم، بركة في الصحة، ربنا سبحانه وتعالى يكفينا الأمراض والأسقام والأوبئة، بركة في العمل، تلاقي وقتك طويل وإنتاجك كتير، بركة في الوقت، ما تزهقش وما تتضايقش وما تحسش إن أنت مخنوق وزعلان، بركة في البيت، في علاقتنا بأولادنا ومراتاتنا وقعدتنا معاهم وسعادتنا في بيتنا، بركة في كل شيء. بالله عليك أنت مش محتاج بركة؟ الكنز الثاني، سورة البقرة بتحفظ من الحسد والسحر. في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تركها حسرة، الواحد يتحسر على تركها من الخير الكتير اللي فيها، ولا تستطيعها البطلة، السحرة اللي بيعملوا سحر، بيعملوا حاجات تؤذي الناس والعين الناس اللي بتحسد، ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يحفظنا منها. مش ناقصين احنا اليومين دول لا سحر ولا حسد. الكنز الثالث، سورة البقرة تدخل الحياة على بيتك. حياة يعني سعادة وانطلاق ورضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى لما بتقرأ سورة البقرة في البيت، بيتك ما يبقاش زي المقابر، بيتك تدخل فيه الحياة والسعادة والرضا بإذن الله. الكنز الرابع، أكيد أنت عرفته من نفس الحديث بقى، إن سورة البقرة بتطرد الشيطان من البيت بإذن الله، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخبرنا إن سورة البقرة إذا قرأت في ليلة تطرد الشيطان من البيت بإذن الله 3 ليالي. يبقى أقل حاجة نعيد قراءة سورة البقرة كل 3 ليالي. تخيل بيتك ما فيهوش شياطين، الشيطان اللي بيدخل على قلبك أفعال السوء في الأيام اللي احنا فيها دي بدل ما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان اللي بيدخل في قلبك الخوف، بيدخل في قلبك القلق، بيدخل في قلبك الضيق، تخيل لما تطرده من بيتك وكل ده ما يبقاش موجود بإذن الله. الكنز الخامس، سورة البقرة تشفع لك يوم القيامة يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهن يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يجي كأنهم غمامتين كده أو طيور كتيرة كده جاية حواليك تحاجان عن أصحابهما، يعني تشفع لأصحابها اللي كانوا بيقرؤوها في الدنيا، شفاعة يوم القيامة كمان. ناس السلام. الكنز السادس، في سورة البقرة أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي. والآية دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إنه اللي يقرأها دبر كل صلاة، بعد ما تخلص الصلاة تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعه من الجنة إلا الموت. يعني آية من سورة البقرة تدخلك الجنة بإذن الله. الكنز السابع، في آخر سورة البقرة آيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، لغاية آخر السورة كلنا حافظينهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه اللي يقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. يعني إيه كفتاه بقى؟ يعني تكفيه الهم والحزن والخوف والقلق والشر، تكفيه من كل شيء. كنوز ما حصلتش يا جدع انت، بالله عليك مش مبسوطه، مش حاسه ان انت محتاجاها. يلا بينا نقرا سوره البقره ونملى بيوتنا بالكنوز. اسالني هنا وتقول لي: يا امير لازم اقراها كلها مره واحده؟ اقول لك يا سيدي يعني لو فضيت من وقتك ساعه الا ربع قريتها كلها مره واحده هتخسر حاجه، لكن على العموم لو قسمتها على اليوم باذن الله ربنا يتقبل ويعطينا كنوز سوره البقره. طب ما ينفعش اسمعها يا عم امير؟ يا سيدي ينفع، ولكن القراءه افضل باذن الله. ويا سلام بقى لو قريناها وسمعناها. يا اخي ما تكسلش، بقول لك كنوز انت هتجنن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإلى هنا أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. وما تنساش قبل ما تقفل تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك أو سبسكرايب على اليوتيوب، وشير في الخير وعرف الغير. لو حابب تدعمني على باتريون أحط لك اللينك في الديسكريبشن وفي أول كومنت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 تلاقي كل الفيديوهات. كان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.